احنا لازم احنا مثلا كي نشوفوا مشروع 2014 اللي ما اللي اليوم رانا نوجدوا، احنا لازم تبقى لنا المشاريع اللي تسجل في السنه وتنطلق في السنه، ما يلزمش نبقاو كذا على جال مفاهيم بيروقراطيه ولا. من 2014 مثلا مجمع مدرسي لم ينطلق في سيدي عيسى من اجل الارضيه، هذه لازم رغم ان هذه بريفي اللي رياليزي، ومي لازم من حقنا كي نديروا اعداد مخطط شغل الاراضي لازم نوفروا لي زيكيبمون كل هذه الترقيات العقاريه اللي راهي تنجز بارك الله فيهم، ولكن لازم لنا دي زيكيبمون، لازم لنا تجهيزات، وهذا ما لازم نقوموا عليه ونشوفوا عليه باش نحو. من المهم الان هو عمليه استدراكيه من الوجهه السياحيه، كم تشوفوا الوجهه السياحيه اللي عنابة لازم تاخذ الحظ الاوفر منها، لازم كذلك عندنا مثلا مساحات غابيه كاين اللي تمدت للمستثمرين في اطار القوانين الساريه المفعول، ولكن شفنا اليوم باللي مثلا في بعض الحال ما رايش في لازم لنا نشوفوا نعاودوا نحيوا هذا كل هذه المساحات الغبيه اللي موجوده، مثلا تاع الخيول المركب تاع الخيول اللي راه في عين عشير لازم 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 نحولوه، لازم كذلك نشوفوا شكون هو لمن تاع من هذا وكيف نعملوا بالتعامل كذا. كاين اسواق اللي لازم رياليزيو اسواق ما نخلوش كما في السوق اللي سوق التجاره في سوق لا ماشي تبقى لا لازم ليست التجاره الفوضويه، لازم احنا نمشوا مع الناس اللي يعملوا، لازم نديروا دي مارشي كما درناهم في ولايات اخرى ريالي اون رياليزي دي مارشي في اطار في اطار يعني البلديه هي اللي توجد لهم دي مارشي في عن طريق المزايده وغيرها مثل ما هو موجود حاليا. اذا هذا هو مشاريع كبيره تنتظرنا نحن في النظر في كيفية. أولا ما عندنا من مشاريع مسجلة لازم إعادة تفعيلها وتفعيلها بجدية وفي أجل جد قياسية، 8 شهور بالنسبة لمجمع مدرسي أو متوسطة نوصلوا حتى 12 واش عليه اللي سي لازم ما يديباسيش لي 18 موا، لأن راكم تشوفوا عندنا بزاف نقاط ضغط اللي موجودين على مستوى مازال نعم. كل هذه التجهيزات اللي رايحة تسلم إلا أنه مازالت الكثير اللي نقوم به. هذا هو لازم تكون تعيد عنابة الوجهة السياحية له، وكلها بالتعاون مع الوزارات المعنية مع المؤسسات المكلفة بهذا العمل مع الانفستيسمون. راكم تشوفوا باللي وين رحنا، تكلموا على المناصب الشغل، وهذه المناصب الشغل لازم يتخلقوا بالاستثمار. راني نشوف بزاف الأراضي اللي وزعت ولكنها ما عملتش، لازم الاسترجاع. هذا العقار رايحة تكون دفعة قوية إن شاء الله في خلق المناصب الشغل في هذا الاطار. زائد لي سيرفيس بوكو دوتيل اونتي تي رياليزي الله يبارك في عنابة، ولكن كاين دوتر بروجي دوتيل اللي مازالوا يتروحوا في مكانهم، هادو لازم يعيدوا الاخر. اللي ما بداش وما عندوش ما رايحش يبدا ما عندوش الامكانيات ولا حاجه لازم يسترجع لنا العقار، واللي عنده لازم كذا، وما نلزمش نبنوا ما نلزمش العقار السياحي اللي موجود في لاكورنيش راه ما يعاودش يولي. إذا أخطأنا في تصميمه، إذا أخطأنا في إعادة الاعتبار له، رانا ما نجحوش. لازم وحنا ما نجموش ننجحوا إلا بتضافر الجهود، أنتم كصحفيين، أنتم كمنتخبين، أنتم كإداريين، هذه هي. والسلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لعاصمة الشرق الجزائري.